السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم متواجدين بقضاء المدائن وبالتحديد بسوق المدائن اللي مجاور لمرقد الصحابي سلمان المحمدي. هذا القضاء الجميل وهنا الناس بشكل عام يعني بعتهم على البساطه القديمه، وراح نشوف تفاصيلهم ونشوف حياتهم ونشوف وضعهم وحياتهم الاقتصاديه بشكل عام. خليكم معنا. طبعا بعض المهن يعني اللي موجوده سابقا بدات نوعا ما تنقرض، ومن ضمنها مهنه الاسكاف هنا. عجينا الله يساعدك. شلون اخبارك؟ اهلا ومرحبا. ان شاء الله بخير. الحمد لله. انا اقول لي هاي المهنه انقرضت الاسكافي. وين نروح؟ ها؟ وين نعيش؟ بعدها مقاومه يعني كلها؟ مقاومه الحمد لله والشكر معاه والله. بعد وين نروح؟ من يعطينا؟ زين. لان انا مثل ما يقول قاعد بيت ايجار 150. زين. كهرباء ومي وسحب. زين. ودكتور. نعم. من يطين هاي كلها؟ هاي كلها. وتقاعد عندك لو ما عندك؟ عندي بس رعايه. نعم. والرعايه مالتي ساحب عليها قرض مليون على سنه دا اسوي البروستات. زين. اخذوا المليون قالوا الا جيب 3.5 دا اسوي لك البروستات. زين. انا ما عندي المليون، ايش اسمه، منين اجيب؟ وشقد جاي تسدد يعني بالشهر؟ جاي اسدد لهم هسه انا ياخذون من عندي 75. شنو 75؟ ايه 75 دينار. 75 الف بالشهر. بالشهر يستقطعون منك؟ ايه يستقطعون. هاي لمده ايش قد؟ على ما تسدد المليون بعد ونص؟ بعد يمكن 6 اشهر ما 7 اشهر. ايش قد صار لك بهاي المهنه حجي؟ هواي يعني صار تقريبا زمان عهد البائد وقبله يعني 30 سنه مثلا؟ تقريبا ازيد. ازيد؟ ايه. من صارت الطقه مال الكويت، العراق والكويت، انا هي المهنه بيدي. انت هاي المهنه بيدك؟ ايه. زين. بالوقت الحالي يعني الناس هسه تعرف مثل ما تعرف انه الاقتصاد انفتح، التجاره انفتحت. صحيح. من نادر انه نشوف واحد يجي يم الاسكاف ويخيط، لو اكو ناس بعد. اكو ناس اللي ما عندها، الناس الفقراء. ايه. اللي هم مثل ما يقول ما عندهم ذيك الامكانيه. زين. فيجون علينا نخيط لهم ب 2000 دينار، ب 1000، ب 1500 نمشي شغلاتنا. يعني هسه اليوم بشكل عام شغلك ماشي؟ والله يوم يطلع لي 5000 6000 7000 الحمد لله وشكرا. من القضاء المدان؟ من نفس القضاء. يجون مو هاي بابة عشائر كلها. اي أيوة نعم. بابة العشائر يجيبون الاحذيه مالتهم وين؟ اللي جاي. زين. احنا نخيطها لهم وياخذونها يمشون. زين. لا عندي مثلا ولد يساعدني. ما عندك ولد؟ ما عندي كل شيء غير براسي وراس المرأة. آه. وقاعد ايجار. ما عندك خلفه؟ لما عندي بديت زوجتي وراحوا كل مره ركب راسه. واليومك؟ واليومك. ما جايين؟ ما جايين. ولا سائلين عليهم؟ ولا سائلين عليهم ولا شايفهم انا. تعرف اخبارهم؟ لا. ما اعرف. لا اخبارهم ولا عندهم. هسه يمكن نشوفهم ما تعرفهم. اي ما اعرف. ما تعرف. هواي صار سنوات بعد. اي. مو؟ ايش. انا اقول قضاء المدائن حلو اليوم بناس اكو بساطه بعد هاي. لا لا الحمد لله. يعني انا اقول لك اكو ناس مثل ما يقولون اهل المدائن يساعدوني. لا لا اكو هاي اطباء قبل موجوده. ايه يعني مو هسه من نروح باقي المحافظات ممكن نلقى اكو اشياء بعدها انقرضت صارت قديمه. صحيح. بس اليوم بالمدائن نلقى مثلا هاي العراقيه القديمه. اي صحيح. التراث هذا مو بس التراث، انه حتى الاطباع التقاليد. ايه. العادات الحمد لله موجودة. الحمد لله والشكر. زين. نحمد الله ونشكر. انا اسالك اليوم عن موضوع عقاراتكم، وهنا ايجاراتكم غاليه لو رخيصه؟ والله ايجاراتنا والعقار اقل بيت 150 كايجار. ايجار. زين. والمشترى؟ والمشترى والله يا ابن لا عندي داء خاطر اقول لك اشتري. وانت ما معامل حتى؟ وانا حتى ايش عندي؟ قاعد ايجار، اطلع الصبح هنا أنا اقعد الله يقسمهن واروح، واجي العصر خلنا بعد بس اخلصني اعزلهم. تجي الصبح يومين؟ ايه اجي يومي الصبح. الصبح اجي. ايه. تعزل بأي ساعة؟ اعزل بالدعش. وين ناس سائحين هنا؟ اجانب؟ اجانب يجون هنا؟
انا ادري افغانستان. لا افغانستان يجون زوار يجون هواي زوار يجون يزورون يجون اكو هواي. ابو من ام ثاني؟ ابو عامر اي الله يحفظك ان شاء الله ابو عامر. ان شاء الله التوفيق. اشكرك ورب يوفقك ان شاء الله. الله يعزك. شكرا جزيلا ابو عامر. نعم مشاهدي الكرام بالتالي انه مهنه الاسكان سابقا ما كانت موجوده، لكن بظل الانفتاح اللي جاي نشوفه التجاري والناس انه بامكانها انه خدمه التوصيل وغيرها، ممكن هاي الاشياء اثرت بشكل او باخر على الاسكافين. شلونك عمو؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ هلا بك. زين ابو هما؟ ابو فراس. ابو فراس شلونك ابو فراس؟ خير. بردان ابو فراس؟ لا يا محمد. ها لابس قبول شنو لا هذا؟ بردان؟ لا لا. شلون وضعك؟ كل زين. صحتك شلون؟ خير. زين؟ شو تشتغل؟ متقاعد. وحياتك وين مخلصها؟ يومية هنا بالسوق؟ يومية تجي؟ يوم. بس ساعة تجي؟ بالأربع. تغير جو؟ اي نعم. بس ساعة ترجع؟ ارجع 6:30 7. زين شاي قهوة؟ لا موجود يجيبونه. وين الشاي والقهوة؟ يجيبونه. اه نعم. والدك الله يخليه، فراس الله يخليه. لا انا حسين صغير. حسين تعال تفضل هنا. شلونك حسين؟ والله الحمد لله. شلون اخبارك؟ الله يسلمك. الوالد يوم يجي يمك هنا؟ اي وين يروح؟ رجال كبير يجي هنا يقعد يمي. وماكو مكان هنا ممكن يروح؟ اكو قهوه، اكو قهوه يقعد بيها يجي هناك. زين ساعه زمان يجي مال شياب. اي مال شياب. ما متقاعدين. مال شياب. شاي وحامر. شاي وحامر. اي بالتوفيق ان شاء الله. شلون الوضع هنا نحسن؟ والله كله زين. يعني من الناحيه الاقتصاديه السوق الحركه؟ كله زين كله زين. ايجاراتكم هنا شلون؟ والله ايجارات هنا مفتح ببلاش، هذا محل عمل. زين هنا أنا قباله. زين اي ماكو مضايقات من البلديه؟ لا لا البلديه هنا أنا زين متعاونين ويا المواطنين. زين تدري ايش اقول انا؟ اقول اليوم المدان قضاء المدان بيناسنا، تحس هاي الاطباع القديمه موجوده بعد ممكن. اي صحيح اي صحيح صح لو مو صح. على عهد قبل. زين يعني اكو بساطه بعدها موجوده؟ عادها موجوده البساطه. مو هي. اليوم عقاراتكم هنا شلون؟ والله هي صوره عامه العقارات بالعراق كلها صعدت. حتى هنا صعدت كلها صعدت. والله العظيم. شلون يعني بيوت البيش تقريبا؟ والله حسب المناطق يعني. يعني من اغلى منطقه هنا؟ والله حي الصحه الجمعيه. اي هي كلها شيء هذا كلها صعدت. ها والله يعني عموم العراق مو بس بالمدان. لا بس يعني اقول بيش المتر مثلا، هسه احنا ببعض المناطق اللي موجوده بالعاصمه ايه؟ وصل المتر 7 مليون 5 مليون هنا مو حسب المناطق. مثلا اكو زراعي ايه؟ يعني 200 متر تحصلها ب 40 ب 50 ب 60 حسب موجوده بعدها؟ اي موجوده. زرع بعدها؟ اي بعدها. ما لا لا ما انسكنت بعدها لحد الان. اكو بيهم انسكنت واكو بيها ما انسكنت. ها والله. زين احنا اليوم اذا بدنا نتحدث عن الناس اللي موجودين هنا السائحين اللي يجون اعدادهم هواي؟ والله يجون من كافه الدول، محافظات الدول كلها. ها والله يعني يجون هنا باكستان هنود. حلو. كل شيء ايرانيين كل شيء يجون هنا. ممتاز. وشغلكم عليهم اغلب الاحيان؟ والله اي عزوار زين. شغلنا هنا احنا بالسوق قدام الامام عزوار. عزوار يومين من الصبح لليل. اي يومين من الصبح لليل. زين ظهر نعزل نروح نرجع. خدماتكم وضعكم هنا؟ والله كل زين. يعني ماي صحيات؟ كل زين كل زين. مستوصفات؟ كل زين كل النظافه كل زين. البلديه تشتغل. مدارس؟ مدارس مدارس ممتازه. ممتاز دوام. ممتاز اي نعم. زين عندي سؤال ابو فراس. ها سؤال، هل اليوم تقدر تعوف قضاء المدان لو ما تقدر؟ لا اقدر بغداد لا يعني تقدر تسكن هناك لو تبقى هنا؟ مستحيل. لا ابقى هنا وين اقدر نشتري؟ ما تقدر. وين متعود؟ مو متعود صار 50 100 سنه طولت العمر. أنا من ابو جد صار لي رواتب 2006 هنا. أنا كانت المنطقه شويه ساخنه. زين فكنت اروح لبغداد. عندي خوالي واخوتي بالكراده ساكنين، فابقى يمهم اضوج وارجع هنا. ما تقدر؟ ما اقدر. متعود هنا؟ متعود. ناس اي صحيح. بيرتك واهلك مو؟ اتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك عيونك. وان شاء الله التوفيق ابو فراس. بارك الله فيك. الله يخليك. احنا قناه الايام الفضائيه. شكرا جزيلا. شكرا ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام احنا بالتالي متواصلين وياكم من سوق المدان. ابو عباس الله يسعدك. السلام ورحمه الله. الله يحفظك. شو اخبارك؟ الله يسلمك. المدان شلون؟
والله بخير. شغلك الوضع هنا؟ والله الحمد لله الوضع كله زين. يعني الامن موجود الحمد لله، جهود القوات الامنيه والحشد الشعبي والشرطه الاتحاديه والوزاره الداخليه والحمايه المنشات، الامن مستبد والناس تمشي كل راحه وعايشه وكل شغلك هنا شنو؟ والله عندي بسطيات. بسطيات هنا هاي الناس هنا اغلبها يعني جاي اشوفهم كسبه يشتغلون بسطيات محلات. لا شغل ماكو. شغل ماكو هنا؟ ماكو شغل، كان الناس اشتغلت بس شغل ماكو، الناس متكيه على هذا. ماكو شغل مشاريع هنا؟ والله مشاريع ماكو يعني. شبابكم وين يشتغلون؟ يشتغلون عماله. اي كل واحد يطلع ويا مثل الخلفه ويطلع ويا عماله مال بناء. يعني اغلبهم عمال هنا الشباب؟ اي عمال وناس موظفين وناس موظفين بالدوائر الدوله الحكوميه وعقود ويدامون بها. ويدامون بها. زين. وضعك هنا شلون شغلك؟ والله شغل احنا حركه الزوار موجوده نشتغل. على حركه الزوار؟ اي على حركه الزوار، احنا قريبين على المركز الصحابي سلمان محمد عليه السلام، تجي الزوار عليه نرتزق من الزوار. من الزوار؟ باقي الحركات يعني. واي زوار جاي يجون؟ هسه جاي تقريبا دخلت قبل شوي. نعم. مرقد الصحابي. نعم. شفت ممكن افغانيين موجودين؟ والله لا، باكستانيين وهنود ومن الدول الخليج تجي. نعم. الزور كله ومن المحافظات. زين. وعندنا زياره قويه هي يوم الجمعه والسبت والخميس. لا قصد لكم مثلا يوم بالسنه مخصص جمعه بس يوم الجمعه؟ اي جمعه. ماكو حدث اهم مثلا؟ لا اكو مناسبات ذكرى مثلا ذكرى الوفاه الصحابي 8/0 زياره تصير مليونيه داخل الوزاره. ومتوفره للزوار كافه الخدمات. حلو. اي لانه هنا السيد الامين الخاص الحاج ابو زهراء والنائب الامين الخاص موفرين كافه الخدمات للزوار. والزوار تجي هنا وتزور وتكمل وتزور قد تقريبا تبقى الزياره هنا؟ يعني تبقى اسبوع؟ لا مال الصحابي تبقى لفتره 3 أيام. 3 أيام. اي 3 أيام 4 أيام وقبلها تجي يعني الزياره اهم. وشغلكم بهاي الفتره يتحسن؟ يتحسن طبعا. يتحسن لان زياره وحركه قويه، مو بس احنا، السوق كله يتحسن الشغل من الزوار. من تصير حركه الزوار هنا من خارج المدائن السوق مالنا خير وبركه. يتحسن؟ يتحسن يعني السوق كله يشتغل. هذا كله من فضل سلمان المحمدي. إن شاء لو مو سلمان المحمدي عليه السلام فعلا. داخل المدائن فالناس كان ما تجي رجل غريبه وتدخل داخل السوق تبقى بس الناس. اي يعني احنا حركه هسه حركه المدائن محصوره بس داخل مركز القضاء. بس من تصير مناسبات وزيارات داخل المزار مرقس سلمان المحمدي السوق كله ينعش ويشتغل. بالتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك استاذ العزيز. وزار الله يسعدك. شلون حياك الله يا عزيزي. أخبارك. الله يعزك يا طيب. وضع الشباب هنا شلونهم؟ والله وضع الشباب ان شاء الله خير وبركه. هي المدائن جميله. زين. والحمد لله والشكر يعني الشباب مثل ما يقول ماشيين امورهم. زين. يعني اغلبهم ان شاء الله يعني مثل ما تقول اغلبهم كسبه عمال. بس الحمد لله وشكر يعني الوضع زين يعني زين. يعني وضع الشباب زين الحمد لله وشكر. اغلب الشباب هنا شغلهم عمال؟ والله هو بصوره عامه يعني بالعراق كله بنائين يعني. اي يعني تقريبا كلهم بنائين وعامل خلفه ما خلفه يعني هذا. لانه قصد انه مثلا اقول ماكو شركات او مؤسسات هنا مثلا بزخم العاصمه. والله ممكن الشباب يشتغلون يعني مثلا شركات اهليه. زين. مثلا عندك الشركات شركه موجودة بيبسي يعني. موجودة بيبسي الجرفون الدافئ عندك شركات. زين. اهليه يعني جاي تضم شباب هواي. وشغلكم بس هيك يعني بس؟ لا اي الحمد لله. زين ملتقاكم ومتنفسكم وين دائما الشباب؟ والله والله شوف هو الملتقى الغابات غابات المدائن كلش حلوه. هم تشغلون بها؟ اي نعم عندك المنتزه من عندك كسره. زين تبعد غابات المدائن؟ يعني ما تبعد تقريبا منا اذا من المرقد ماكو 4 دقائق تقريبا. اي والله. والعالم تروح هناك تشغل؟ العالم تجينا من غير يعني تجينا من غير مناطق يعني مثلا عندك تجينا يعني حتى عندنا شباب سان اصدقاء يجون مثلا من مدينه الصدر. زين. يعني اجي اخذهم الطاق كسره اخذهم للغابات اخذهم للمنتزه بني روما عندنا في الشيء. بني روما؟ اي نعم ما شاء الله. هاي المعالم يعني او هاي التراث شو وقت ممكن رادنا جاي يعني عليها التراث نغطيها يعني شوف هو يعني طاق كسره عندك هو قبل يعني زمن الجاهليه ذاك الوقت يعني جاي يجون يوميا. هسه حاليا هو متوقف يعني مثل ما يقول شلون توقف. لا توقف هسه لان اكو ترميم به. اكو ترميم؟ اي ترميم. زين. وبس عندك بني روما موجود. بني روما شنو؟
بني روما هو هم يعني تراث. اي تراث بس مو اقدم من طاكسرا. طاكسرا كلش قديم. يجون سائحين هواي بي بني روما؟ نشوف اي بني روما اي وبس الاكثر طاكسرا، لان طاكسرا من جميع العالم يعني اكثر شيء اوروبيين يجون للسياحه للطاق. ممتاز. يعني اذا اليوم قضاء المدائن قضاء مهم التراث الموجود. يعني هو يعتبر انا بالنسبه لي هو قلب بغداد. قلب بغداد يعني المتنفس الوحيد لبغداد هو قضاء المدائن. صح. لان اكو بساتين هسه بجديد يمتلك بساتين ويمتلك خضار يعني جيب خصوصا بشتاء. بشتاء المدائن كلش حلوه. كلش حلوه قد ما اتوقع يعني. ما دخلت نفسيا مرتاح. اي عندك نزهه. اي كلش حلوه. عندك البساتين يعني حتى يعني مثلا عندنا الفلاحين نفسهم اللي عندهم بساتين يفتح البستان يخلي يجي الزائر يتغدى مثلا يجيب اكل وياه يتغدى يتعشى عادي ماكو اي اشكال. احنا عندنا هنا احنا نرحب بالزائر، احنا اللي يجينا نكون بقدمته. احنا ان شاء الله الجايه ثانية راح نجي ان شاء الله وتجون يمي. نجي يمك والله. تجون يمي بنروح روما ونجي نطاق كسرة. اهلا وسهلا بكم والله. اهلا وسهلا استاذنا الكريم. الله يسعدك. الله يسعدك جد. الله يسعدك. شلونك؟ شو اخبارك؟ الزوراء شلونهم؟ والله الحمد لله بس بخير بهاي السنة ان شاء الله. شلونكم؟ انا الحلو بيك وين ما اروح القاك باي حدث رياضي اذا ملعب الشعب او اذا بالبصرة من قضاء المدان حاج؟ طبعا من قضاء المدان. تجي تقطع هاي المسافة حتى تحضر الزوراء. والله العظيم احبها يا اخي. الله. هذا يعني الحب. ليش وقت بدا حبك للزوراء؟ والله من ايام فلاح حسن وقبله وهذه. من كان داري؟ من كان قناه السكك يعني. من كان السكك؟ اي. زين وليش سموه الزوراء؟ ما بعد يدين يغيرون اسامي. ما ادري بيها. اي. زين وهاي الفتره من كان يلعب فلاح حسن لحد الان تروح تحضر ملاعب؟ احضر ملاعب ونشوف الاساطير مال قبل. ما شاء الله خير من الله. والزوراء دائما عنده بطولاته يعني هو مش يعني هو فائز بيها بس بالفتره الاخيره. وهذا الموسم شلون وضعكم؟ احنا سعدكم لاعبين عندكم نتامل نتحول من المركز الخامس الى المركز الثالث بعد شو تسوي؟ ثالث؟ شو تسوي يعني؟ مو اول يعني لا الزوراء كل سنه مرشح. لا احنا الرشحه الاول وهذه والجماهير طبعا. زين. يعني هو الزوراء ما ينتهي ما طول اكو الى جمهور. زين. يعني هو يعتبر هو الاساس وهو كل شيء للزوراء. زين. لكن احنا الزوراء انتهي واحنا ما ننتهي. صفقاتكم هذا الموسم راضين عليها كجمهور؟ والله جاي نشوف. يعني زين الاشياء. والله الجمهور بس انتم ترى العام موسمكم صفقاتكم تجنن. إيه ولا لاعبين سوبر جبتوهم. يا اخي هي ناقص كلمه الغيره، غيره ماكو. يعني مو غير على على نادي الزوراء ماكو وانما كجمهور وك بس قصدي اقول كاداره سوت عليها جابت لاعبين سوبر. الاداره هي دائما معترضه على الجمهور. يعني تدري لما يقول له انتم موقعكم المدرجات شويه صعبه علينا. لا احنا مو بس المدرجات، احنا اذا نطلع خارج المنطقه نطلع بالسوق نطلع بالمتلبي وين ما كان والله نسمع كلمات ها خساره ها خسارة. يعني شيء يحز علينا. طبعا هنا لك لقب معروف في سموك جد شنو؟ جد داوود. جد داوود؟ نعم. ليش سموك جد داوود؟ والله هي هذه بعد الكبر والهذي والممارسات مات بالمتنبي وغير المتنبي، كلمة جد داوود كلش حلوة سهلة عليهم. زين، جد داوود اليوم عندك توك توك؟ اي نعم يعني أنا عمري 60 سنة راتبي انقطع، أخذت هاي التوك توك من واحد يعني أنطيب الأسبوع 50. وتجي بها لبغداد هناك؟ مرات والله لأن يعني شوية تعبان التوك توك مالي. إيه؟ مثلي أنا شوية تعبان. ليش طب هذا وضعك ومعاق يعني؟ هذا طبعا من الطفوله لو حاجه طفوله وبعدين صارت عندي اصابه بربوني هي ارهاب وبعدين وتشجع وتروح وتحضر وتساند دائما انا عندي هذه الحاله يعني حتى يتمناها الشاب يعني يصير مثلي. صحيح والله العظيم جاي تروح الاماكن الثقافيه والرياضيه والناس قامت تعرفك حتى في التلفزيون بهذه، لكن احنا نتمنى نمشي مسيرتك. زين. بس احنا شباب اخف يعني يصير علينا فد لود. زين احنا نريد نكمل مسيرتنا على دراسه على هذه بس شويه عندهم العمل مالنا
ما عندهم فرصه بالعمل. ما فعلا هنا 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 ناس محتاجه فرص عمل. اي والله احنا محتاجين فرص عمل، خاصه احنا عندنا كان عندنا معامل في سلمان باك ما تشتغل معمل الصوف ومعمل العلاليق ومعمل شو اسمه مع كورونيا، ها كلها انسدت هسه. ما اعرف يعني المساله شنو صار على المدائن ما نعرف. وعندنا هسه اكثر الشباب قاعده، يعني هسه اكو ناس خريجين والله عندنا حاطه بسطيه وكل مره جايين عليهم البلديه اطلع وما اطلعوا، مع العلم هو وجود السوق بهاي الشباب شويه يعني بس الورده موجودين، لكن اكو تعريض عليهم بالنسبه للشباب. هذا الشاب اذا ما يشتغل وين يروح؟ فعلا وين يروح؟ احنا ما نتمنى من المسؤولين خاصه في قضاء المدان اذا شاف الشاب حاطه بسطيه بس ازحزح عن الشارع على مود يكمل مسيرته، اما اطرده او اقول له لا تشتغل هاي تحز علينا احنا، خاصة احنا الكبار. هسه انا عندي اشوف هاي الشباب بالتكاتب، والله اذا اجت تعبرية وهو ورا انا وخر على مد هو ياخذها حتى ما يعيز، يعني هو يريد مثلا يعيش ويعيش اهله. هذا انا بالنسبة لي اذا اسوق بالتيك توك هنا هم شغلة اعلامية. يعني انا من يشوفوني شلون شغل اعلامي، يعني يشوفوني رجال كبير عمره 60 سنه ومعوق واشتغل، الشاب يقول لك اذا هذا هالكبرات ليش اهل ليش نقعد؟ صحيح ليش نقعد الا على اهل؟ يعني دورك هنا ايجابي. طبعا انا ردت اسال قبل شويه وما لقيت جواب، اقول من ابرز الشخصيات اللي طلعت من المدائن كلاعبين على المستوى الفني؟ والله احنا عندنا لاعب بنادي الصناعه بمنطقه الخناس يسموه، هذا طلع لاعب يعني اهم مثل المدائن ولعب لعب يعني حتى يقول اهلا ابن المدائن، عزي ابن المدائن هاي من يلعب. عندكم انديه هنا؟ والله احنا كان عندنا نادي نخسر 11 جول. شو اسم النادي؟ هو نادي المدائن. نادي المدائن خسر يعني حاليا بي لاعبين؟ تدري ليش؟ قول لي ليش؟ لان اولا ماكو متابعه، ثانيا ماكو صرف لهم. صح يعني تخصيصات بالنسبه لنادي المدائن، يعني يجيب لك في مدرب من خارج المدائن ماكو. يعني هذه نادي المدائن عندنا شغله الرياضه شغله منتهيه. صح بس انا اقول لك خماسي ما شنو، وعند الشغله الثانيه شغله الثقافه. ثقافه ماكو العلم، يعني يوم هي المدائن دار بدنا نحكي بها هواي بها معالم تراثية. بالنسبة للمدائن هي منطقة مقدسة وجود سيدنا سلمان عليه السلام والإمام حذيفة اليماني والإمام طه يعني وجابر إمام جابر كلهم، يعني هاي منطقة مقدسة. تجي من خارج العراق، تجي يعني حتى مو بس أهل سلمان ولا بغداد، من خارج العراق باكستان هند كلها تجي هنا تشوف المزار ويشوفون يعني أكو خدمات بالمزار، أكو نظافة، أكو تعليمات كل شيء، حتى القوات الامنيه هنا محافظين عليهم. صح. يعني اذا تيجي المشي من خارج المنطقه تروح سياره من النجده تمشي قدامهم، يعني من باب الامان ولا الاحترام للزائر. وعد الشيء الثاني هاي ما تطاق، يعني هذا الطاق يعني اكثر من 1400 سنه ولا سائحين دي موجودين، وهذا صار الرسول صلى الله عليه وسلم فطر وكلها تروح يعني يزورون سيدنا سلمان يروحون وين للطاق يشوفونه. وعندنا هذا مجمع سياحي بس هسه نسد المجمع لأن شنو بهذا المجمع؟ والله هاي اليوم هالأيام شوية تعبانة شغلته، بس هو سوف في منطقة عسكرية استغله. بس احنا عندنا بن من المسؤولين. شنو تتمنى؟ اعطينا برساله اخيره. اتمنى عندنا هنا سوق يسموه السوق العصري. ايه. هذا بيه اكثر من 150 محل. زين. يعني يفيد هاي الشباب احسن ما قاعده بالشارع وسد الشارع. اخلي كل شاب احطه دكان حتى لو مبلغ رسمي بان يفتحه، لان هذا قريب اولا عن مرقد على سيد سلمان وقريب على السوق. فعلا. واكثر من 150 محل. ليش انتوا سادينا؟ ليش ما تفتحونا؟ رسالة مهمة. عاشيدة جدة داود. الله يخليك. يلا ان شاء الله نلتقي بحدث رياضي. انا اشكر قناة الايام زيارة السيدة سلمان. لا واجبنا هذا واجبنا. وهذا الاعلام اذا يعني ارجو من الاعلاميين الباقيين ان يحذون حذوكم. هذا واجبنا. يجون قضاء المدائن ويشوفون اهلها. والله واجبنا ويعني واحنا الممنونين. الله يخليك. شكرا جزيلا جدة داود. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني اليوم قضاء المدائن بمعالمه اللي موجوده بتراثه اللي موجود بالتالي بناس اللي موجودين هو قضاء جميل، ودائما ما يشهد انه الكثير من الزائرين والسائحين سواء للسياحه الدينيه او لطاق كسره او بقيه الاماكن التراثيه اللي موجوده، فبالتالي انه قضاء مهم جدا خصوصا ان احنا كشعب عراقي انه بهيج تراث عندنا محظوظين به. تواصلنا وياكم، خليك معنا.
شلونك؟ عيونه حبيبي يا قلبي. اخبارك؟ الله يسلمك. هايز قاعد بالعكس مرتاحين والجو حلو والله خير. شلون وضعكم اليوم؟ نعم الحمد لله تمام يا شباب. اليوم هنا من قضاء المدائن، ممكن وين انه تغيرون جو؟ وين تروحون مثلا بالعاده؟ موجودات منتزهات، موجود هواي يعني، كوفيات موجوده الحمد لله. مرتاحين مرتاحين الحمد لله. المنطقه هنا شلون وضعها؟ انا من السكن ناحيه العمل احكي، ناحيه الوحده عمل موجود، موجود عمل، بس الشباب قاضيته نوم وش اسمه قال لك ماكو شغل. اليوم بالشباب طلع؟ اي بالشباب، اي شغل موجود. اللي قال الصبح يقول يا الله يطلع الشغل. انت شو اشتغل؟ انا اشتغل بشركه مال صيانه. انت جوز ممكن لاقي لك شركه صح؟ مو هو يقول لك ينام وتجيك شغل؟ بس ما يجي شغل يقعد من النوم، يجي شغل يقعد من النوم، بس ما عنده شغل وقعد. هو فرص عمل. وانت يقول لك ربك يقول لك اسعى وانا عينك. يا عبدي اسعى وانا عينك. صحيح. يعني فالشاب اللي يقعد الصبح يقول يا الله ويطلع له والله الصبح يلقى شغل. صحيح. اي. شو تقول كابتن؟ اكو شغل ولا؟ من هو صديقي، على رغم من هو صديقي ويعني احنا دائما نكون سوا، لكن عندي خلاف بما يقول، لانه خلاف انه فرص العمل قليله بمناطقنا بالذات بالتحديد، لانه تفتقر مناطقنا للخدمات. ربما المتنفس الوحيد اللي عندنا حاليا هو مرقد الامام سلمان المحمدي، لكن كمنتزهات نفتقر لهذا الشيء، ما عندنا بمناطقنا الخدمات مو هي اللي يحتاجها الانسان. اي يعني من ناحيه بالضبط اكيد، خصوصا المناطق المجاوره لمنطقه سلمان باك اللي هي مثلا حي الوحده وناحيه الوحده، تفتقر يعني افتقار شديد للخدمات، يعني بالخصوص كمجاري كشوارع، هذه الامور كلها ما موجوده. اي ما متوفره، بالاضافه الى انه اليوم الانسان يحتاج الى متنفس، واحنا هذا الشيء ما موجود بمناطق. شنو اللي تحتاجه بالضبط المتنفس؟ احنا اليوم خلينا نفهم شنو المتنفس. يعني الاخ هنا قال عندنا مثلا اماكن ممكن الشباب هنا اللي متوفره، يعني فقط كوفيات اللي هي مثل ما نقول مقاهي، هو مقاهي شعبيه. انا احكي ملاعب مثلا، ساحات. لا هذا الشيء عندنا فقط ملعب واحد اللي هو منطقه الخارصه، بعيد منه هي اكيد تقريبا يبعد 12 الى 13 كيلو. بعيد. وطبعا الملعب تابع للنادي، يعني مو اي انسان، اي مو اي انسان يحب مثلا شلون نقول اليوم هو المتنفس اللي احنا نقصده انه يكون للمجتمع بصوره عامه، اي انسان يقدر يدخل له هذا الملعب. لا مو اي انسان، لازم فرق ويكون ترتيب بدوريات وكذا يلا يقدر انه الشخص يدخل يلعب فيه. على مستوى الفرص قلت له ضعيفه، فرص العمل ليش؟ فرص العمل فرص العمل ضعيفه اليوم. الشارع العراقي بصوره عامه يفتقر الفرص العمل الكثرة اليد العاملة اللي هي أجنبية. أي اليوم العراق من يجي يشتغل لازم يشتغل الشغلة اللي هي أقل من قيمته. عندنا هواي خريجين أقل من قيمته؟ أي تشتغل أقل من قيمته؟ أني؟ لا أنا قيمتي لا أشتغل. أي إحنا هواي من الناس تشتغل تحت قيمته أو المكان اللي هي المفروض تستغله. يعني مثلا هو أخوه من الناس ما يقارب 10 سنوات يشتغل بشركة، هو خريج هاي هسه بالجديد يلا ها شوية. أخوي خريج ما يشتغل حسب وظيفة، أخوي خريج إدارة اقتصاد قسم اقتصاد، ده يشتغل بشركة أهلية براتب يادوب يسد مصرفه. هذا اللي قصده أنه خريجين جاي يشتغلون مو بالفرص اللي يستحقها. هواية يعني تجي على الشباب أغلبها خريجين ما لاقي فرصة عمل أو ما لاقي المكان اللي هو يستحقه أو الوظيفة اللي هي من اختصاصه. أي هذا الشيء ما موجود عندنا نفتقر له هواية، بالإضافة لأنه بالفترة الأخيرة صارت، أريد أحكيها بصراحة وأنا مسؤول على كلامي، صارت التعيينات والوظائف بس للقرائب كل شخص من زمان هاي. أي لا هسه مناطقنا أكو شخصيات صعدت وأقاربهم سواء يمتلك شهادة سواء عنده خبرة سواء لا، صعدوهم بهذه الناحية، وبالتالي أهالي المنطقة الباقية تفتقر للتعيين وتفتقر لكل فرص العمل لأن ناس أخذتها من باب القرابة. يعني بس أرجع وأقول أنه قضاء المدائن حلوة على مستوى أنه إحنا قضاء المدائن بس جاي يصيبي عمار، جاي يصيبي تكتيب، جاي يصيبي تطور من حيث الخدمات، التبليط، المجاري. اتمنى التوفيق. الله يسلمك حبيبي. ان شاء الله فرص عمل تستحقوها. يلا تلقى ان شاء الله فرص عمل. بالتاكيد احنا اليوم نشوف الشباب عوافي.
الله عوافي. ابو القصر شلون ابو الشيش؟ هاي دراسهم شلون الاخبار؟ الله يرضى عليك. انت هسه الجو من هنا وهيك راح يكون بصالحك. اي نعم. بارده وانت الوحيد اللي داخل. سموك وشي سهله. شنو الماكو؟ غير شيش وهاي وهذا والحر وبرد، شو يصير فيه؟ حر وبرد. شلون شغلك؟ والله نحمد الله ونشكره بخير. تعال خلي الدفان وياك. بأي ساعة تفتح؟ والله مو شنو أنا أفتح ب 8 الصبح. الصبح. اي نعم. هذا شيء اسمه 8. لا هذا وجبه له المال العصر. زين. ايش الصبح شيء بسيط علق. زين. والعصر اطلع شيء دبل. زين. الناس هنا الحركه اكثر اكله يحبوها انه القص. اي نعم. ذول الفلافل الشعبيه من هنا. والله هي اكثر شيء ان شاء الله القص. القص. ابو الفلافل ماخذ راحته؟ هم نعمه خير من الله. زين. هم مرغوبه فلافلنا فضل من الله. نشتغل شغل حلو وبالرضا الله لان اهم شيء رضايه رب العالمين. ودين الله يوفقنا بها. وشنو اللي يميز شيشك عن البقية؟ والله يعني هاي العالم هي تميز الأكل مالتنا. أفضل والله العالم تحكي لك عن الأكل مالتنا احنا ما نقدر نحكي. قيم مثلا ما يخالف انا اشوف هي العالم هي انا اشوف رأي العالم وبعدين رأيي الخاص الداخلي. الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب آية الرزق. امين. للتوفيق. الله يسلمك. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم. علاو شو؟ الله يرضى عنك يا طيب. والله بنعمة وبخير. شلون الشغل؟ والله نعمة وبخير. شو قلت تمدح هنا في فلافل وضعيتك؟ شو سر المهنة اللي جاي تسويها؟ ما أقدر أعطيك إياها. ليش؟ ما أقدر. ما عنده مطعم والله. والله أدري بس ما أقدر يعني هي هاي أسرار والله العظيم. من زمان هاي الأكل؟ هي من زمان يعني هاي ماشية إحنا من زمان فتحنا الفضل الله الحمد لله وشكرية ماشية عندنا هاي. شو صار لكم هنا؟ صار لنا فتحنا 2018 العفو. زين. إي وماشية والحمد لله والشكر ماشي شغلنا. وخير من الله ومنعمه. زين هنا منو اللي تمشي اكثر يعني الاكلات الشعبيه لو اكو مثلا الكنتاكي والبيتزا هنا؟ لا اكثر شيء فلافل وقاص تعرف لان هاي سريعه. زين. اي يعني هاي سريعه تمشي عندنا على السريع يعني احنا سفري اكثر شيء يمشي عندنا سفري قله يعني. زين. هنا اي. وضعكم شلون بشكل عام كشباب؟ والله نعمه وبخير الشباب والديره حلوه وناسها حلوين وطيبين. زين. اي والله. هل ماشي خير من الله والوضع تمام. والزوار هنا اللي يجون الناس نعمة خير. عندك معاميل مثلا؟ عندنا اي معاميل. عندنا ناس من باكستان اي صحيح عندنا معاميل وخير من الله. معاملك؟ اي لا مو معاملي انا كيجي يمر ياخذ متعودين مثلا؟ اي متعودين يعني علي يجون ياخذون مني كولد الديرة يجون بالعافية هنيا. ابيها بسكت تقريبا؟ لا ما ابي هاي الاشياء صدق. يعني انا هنا اشتغل بهارات بيدي يعني انا اجيب منك جازات صح بس انا اشتغل بيدي يعني. ايوه هذا اللي يميز عن البقيه الموجودين. اي يعني كل واحد وشغله وكل واحد وعمله كل واحد يعرف يجهز غير شيء هيك يعني ماشي ويا الحمد لله والشكر ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق والله وان شاء الله ايه الرزق. شكرا نعم مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم بالتاكيد يعني اذا علي او غير علي هنا اللي يشتغلون فدائما انه الناس تتميز باشيائها الخاصه وبالتاكيد انه اليوم عنده خلطه خاصه لموضوع الفلافل والله طيب عاشدك تواصل وياكم خليك هنا. شلونك؟ زين الحمد لله. ليش تاكل لبلبي؟ والله بالشتاء شوي احتاج لبلبي طيب. وشوف الشتاء كل شيء بيطيب بس له اكلاته المفضله مثلا الشلغم باقي له لبلبي. نعم. مو؟ نعم. طيب لو مو طيب؟ والله يخبر. شو اسمك انت؟ حسن. حسن ياسر. ثالث. انت بالشتاء اكلتك المفضله لبلبي؟ ايه. ثالث متوسط؟ نعم. ثالث متوسط. صعب الثالث. شو سوى صار 3 سنين بيه. حقك تاكل لبلبي ولازم تاكل حبي يوميه وتسلس صار لك 3 سنوات بالثاني؟ ليش؟ والله بالشغل والله ما أقل. يعني الشغل لهاك لو انت كسلان؟ بس لا هسه انا عفت الشغل. ليش؟ داخل هسه هاي اخر سنه. شاد حيلك هالمره؟ ايه. متاكد شاد حيلك؟ والله شاد. بعد شاد حيلك؟ شاد حيلك. شلونك؟ حبيبي شلونك؟ هنا ليش الكاسه؟
بلاش 500. ليش مو بألف؟ لا من بي ألف. ليش؟ ما تسوى بألف، مكان ما يساعد، مو مال ألف. يعني هنا الناس متعودة على الرقم 500. أي. ليش مو بألف؟ عودت على لا ما يتعودون. ليش؟ ما هي هيك يعني أنا ماشي هنا على 500. بس طيب. رحم الله والديك. هو النفسية يعني. صحيح هي تتبع النفسية. صار أنا هواي يعني بهاي الشغلة. والله من تخرجت من الكلية قمت أشتغل. اي والله ايش اسوي تعيينات ماكو المهم تسبح كافحت الحمد لله اعتمدت على نفسك اي الحمد لله شو صار لك والله من 2016 ولحد الان تخرجت من تخرجت دار اقتصاد جامعة الكوفة جامعة الكوفة ما بعد بالكوفة درست اي اقسام داخلية اقسام داخلية وجيت هنا وما لقيت فرصة والله هي جت بس يراد لها شوية مصاريف يعني اها اي يعني هاي ماكو بقينا على اللبلبي والحمد لله وهاي من 2016 لحد الان انت هنا اي ماكو مضايقات بلدية امان لا ها؟ لا ماكو لا يومين فتح وشغل عادي زين بالصيف شو تبيع؟ والله نشوف انه غير شغله تشوف يعني ما شايف لا بالصيف شو تبيع؟ شتا شغل عامل المطعم مال الفلافل قاص وبالشتا عصاير انا اقول لا ما بعدني ما محولها يعني انا كنت اشتغل بها عامل هاي السنه فتحتها لي الحمد لله يلا ان شاء الله منها للمول لا ان شاء الله مو لهالحد مو لهالحد رحمة والديك رحمة الله والديك خليني اقول مول محل صغير لا ان شاء الله مول واحد رحمة الله والديك دائما ان شاء الله مستجابه رحمة الله والديك يا حبيبي ذالي تلو ظهري اه هي مثل مالواك اكيد اه هي قال عفت العمل وصارت له سنوات بالثالث قلت له شد حيلك يعني لا ما تفضل بالثالث هاي السنة شايف اذا ما طلعت ثالث هاي السنة نجيبك هنا انا واخوي زين واسويك بطني شي جرش لك يلا بالتوفيق ان شاء الله نعم مشاهد الكرام تواصلنا وياكم خليكم معنا عندك مناشده بخصوص قريتكم شنو هي المناشده بالنسبه ان احنا قريه محمد الوسمي خلف المقبره والميدان يعني احنا نحكي على الميدان نقول خدمات فول المدائن والعالم كانت نفسها على الميدان عمي احنا بالنسبه لنا قريه متكونه من 400 بيت عندنا اربعه وثلاث نواب ثلاث نواب الى اربع نواب بالقريه احنا لا مو بالقريه ايش عندنا بالقريه ما هي بضابط ما عندنا المهم على الميدان كخدمات الخدمات معزوله على ناس وناس عمي لا تبليط الطبول تروحون وياها هسه تشوفونها لا تبليط مثل العالم الصيف والله العظيم طب وطلع مي ما عندنا العالم ما عندها مي تشرب محولات يعني هسه انسان خير مراشح هسه بجديد جاب لنا محوله ومحولتين يعني قريه كبيره خدمات صفر وانا اناشد عن طريق قناتكم قناه الايام يعني اي وفد يجينا من المدائن او خارج المدائن الناس الطيبه الناس الخيره تجي للقريه وتشوفها عمي احنا مو من المدائن ليش يعني ليش هل مثل ما يقول لك عازليننا خلي يجي يشوف القريه ايش حالها شنو وضعها خدمات مزريه للاخير اي واحد يقول لك عندك خدمات بالميدان يا عمي صحيح خدمات بالميدان بس بالمركز قدامك الشارع منورينه وبس قدام الهاي صورني شوف الشارع وشوف المد شنو التبليط هنا شوف الارصفه هنا لا عمي اطلع للاطراف وشوف الوضعيه مالتنا وانا من عن طريق قناتكم اناشد الناس الخيره تجي لقريتنا وتشوفها وانا اشكركم اخ عزيز احنا نشكرك اخوي العزيز ممنون حبيبي نشكرك كادر مكرم حبيبي
حجي شلونك؟ زين. عندي عيدكم بالخير والعافية والستر. قلت تحكي شاي هسه لو ضاع اصلك؟ قول عماره. قول عماره. واشتردوا انا عزاويه بتعزاوي. بعد لا هاي اقول لك بس منك. شو تسوين جاي هنا؟ جاي ازورك امامي زرت ودعيت لكم للجميع. الله يسلمك. وانا حاجه 4 حجات وحجه كبيره جدا من الله واهل البيت. موفق. ها هاي التاليه. ما بتلع التاليه. هذا خير. على 25. ان شاء الله. وان شاء الله. مرة تحجي. اي بعد صحيح. وطولة العمر. والرضا بعد طلع على عمرك. الك. سياح وطابق شو اخباره؟ اخبار بعد مو مثل قبل طابق. هسه قاموا يظل للوحده لثنتين. نايمات. صلى على محمد. ماكو لا سياح لا طابق. لا ماكو قليل السياح. والله قليل. انا اسوي للزهره. للزهره اطي سياح. صلى على محمد وعلي. ان شاء الله. جاي تسوقين؟ اسوق من هذه اللي. لا خذيت هذه دولمه. راح تسوين دولمه. دولمه. تلفين دولمه. دولمه. تلفيها بيدك؟ لا اكو شناين يسوونها. والله عمال حظ وبغت اذا تسويها بيدك. لا جاوب بعين على والله هنيالهن. على راسي. هنيالهن. 4 ولد و5 بنات. صلى على محمد وعلي محمد. الله يحفظك. صل اتمنى لك الخير والعافيه. دعاء 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 الحسين وعلي وان شاء الله العافيه لكم وسلمان زرت لك هاي هي لك دعاء. اللهم صل على محمد. مشاري كرام بالتالي يعني انه اليوم اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الحجه الماخذ ما ماخذ ياخذ. عندنا احمد ما ماخذ واوس ما ماخذ. هسه ياخذ هسه يحطون الحجه. بعد من بخت الحجه يعني الحظ البخت دائما اقول هنا انه هاي العمر وهاي يعني خيمة البيت اللي هي موجودة مثل هاي المرة اللي موجودة هنا والحجيات فالناس هنا اللي موجودين اليوم يعني بنفس الوقت جاي يسترزقون. اي والله ويبيعون. انا البلدية شو اسوي؟ اي والله شادة ويانا هاي يجونا من الساعة 7 الصبح ما يروحون 12 الظهر من 12 الظهر ما يروحون لهيج وقت شادة هاي يومية. اي والله تمام. ماجر لو ما ماجر؟ لا والله ما ماجرين. هاي والله شو سوي طالعين هاي من الرصيف شادين ويانا يوميا يجونا. زين ليش؟ هاي شو سوي والله شنو انتم متجاوزين؟ احنا المحلات ما يطلعونهم، اهل المحلات ما يطلعونهم. بس احنا اللي عايشين على هالبسطيات يطلعوننا. اي والله. والله دعاء هسه مرتب من الحجيه بعد ما يجون. امين يا رب العالمين. ان شاء الله ثابتين الكم للجميع. ثابتين وجه زورك خويا زورك. ازورك والله لا ثابت. عم شادي الكرام يعني بالتالي مثل ما شفتوا انه جولتنا هنا بقضاء المدائن وسوق المدائن الحقيقه الناس هنا البسطاء الوضع هنا الرائع اقدر اقول عليه انه باعتبار انه من الناس هنا اللي موجودين اغلبهم ناس يعني روحهم متخبل. هاي الحمد لله مثل خضرتك الجميله. الله يسلمك. الله يحفظك. البلدية ما توصل لك. يا ايش اسوي؟ نتمنى كل التوفيق لناسنا اللي موجودين هنا بقضاء المدائن. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات هذا العمل. الى اللقاء.